كثيرة هي المشاكل في محافظة بابل، ومن بين تلك المشاكل سوء التخطيط العمراني من قبل الجهات الحكومية، إلى جانب استيلاء متنفذين على أرصفة الشوارع العمومية دون محاسبة المتجاوزين. في مدينة الحلة مثلاً تكاد شوارعها تخلو من وجود الأرصفة، حيث تم الاستيلاء على معظمها وحولت إلى مطاعم ومقاهي ومحلات لبيع الألبسة وغيرها وفقاً لسكان المدينة وناشطين. عدم تطبيق القوانين وعدم محاسبة أصحاب المطاعم اللي استولوا على الأرصفة وحولوها إلى جراج لمصالحهم الشخصية لغرض وقوف العجلات أو عجلات الزبائن، هذا سبب كارثة في محافظة بابل. بابل اليوم تخلو من الأرصفة، المواطن يمشي بالشارع حال السيارات، ومن يصير حادثة بالسيارة يتحمله مو صاحب المطعم اللي مستولي على الرصيف. محلات التجارية والشركات، مو بس مثلا على المطاعم، بس تشوف انه انت كل 50 متر اكو مطعم او اكو محل مال ملابس، مع العلم المهن الاخرى ميتة او كادت ان تموت. مديرية التخطيط العمراني في بابل اعترفت أن خرائط التوسع العمراني قديمة ولا تتناسب مع التضخم العمراني الحالي في المحافظة، محملة دائرة البلدية مسؤولية رفع التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. عادة هذه النشاطات تدخل في باب الاستعمالات التجارية ولها ضوابط تأخذ عليها موافقات من خلال البلدية. الجهة المعنية في متابعة مثل الأمور داخل المدينة هي البلدية، هي المخولة والمسلطة على متابعة ومراقبة هذه النشاطات وما يحصل من مخالفات وتجاوزات. الأمر يجب أن يبدأ بتقديم طلب إلى البلدية ثم يرفع إلى التخطيط العمراني. إذا وجد النشاط المطلوب مطابق لخرائط الاستعمالات الأراضي تتم الموافقة، أما إذا بعض النشاطات بدون موافقات ربما يحصل هذا من مسؤولية البلدية متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات بخصوص التجاوزات. وتبقى مشكلة التجاوزات على الأرصفة العامة معلقة بين سوء التخطيط وعدم تطبيق القانون بحق المخالفين المحميين من جهات سياسية متنفذة، الأمر الذي أنتج حالة الفوضى التي تشهدها شوارع بابل.